أما الرزق مش متواجدة في رمضان، ولكن لما كنت متواجدة في رمضان. كلميني بقى عن إحساسك وانت شايفاها على الشاشة. أحلى إحساس، يعني لو أنا موجودة مش هبقى مبسوطة كده. كمان هي امبارح عملت عرض التخرج بتاعها وكان شيء رائع، أخرجته فاطمة الكاشف زميلتي وحبيبتي، بس كانت أنا كنت مبهورة بيها. يعني في تقدم جامد جدا. كمان في قابيل كان لها قبول، أنا شايفة الطلة بتاعتها. سألت الناس، يمكن أنا عشان مامتها فحاسة ده، قالوا لي لا والله ده. فأنا مبسوطة قوي قوي. يعني رأيك في أداء أحمد السقا دور الصعيدي السنة دي؟ مختلف تماما، وإن هو يبقى أهدى والريتم والموضوع حلو. لا أنا عجبني السقا جدا في أحسن حالاته. سئلت أنت ليه ما بتطلعيش مع بسمة وهابي؟ يعني أو هم سألوا لي ما بتطلعيش، قال لك عشان أمل ما عندهاش فضايح. فهو معروف، فاللي عايز يروح ويعمل ده فبيبقى بيعتبره شو، فيروح. اللي مش عايز يروح ما يروحش. انا ده رايي، ان هو برنامج حواري بيعتمد على ده، يعني ده السبوت الاساسي فيه. يعني انا اللي استوقفني في السوشيال ميديا ان انا في مسلسل ما كانوا قاعدين في الاول خالص بيشتموا فيه شيمه شيمه شيمه، وبعدين جه حد راح كاتب بوست طويل بيمدح في الممثله اللي هي اول مره تبقى نجمه، وبيقول ان هي فكلهم ورا بعض دي نجمه دي نجمه دي نجمه دي نجمه دي نجمه. طب ما تسيركوا على حل، يعني او اصبروا أو اصبروا شوية، مين أو مين يعني. بس ياسمين صبري نجمة ولا مش نجمة؟ أنا ما أقدرش والله يعني أنا ما أعرفش هتستحق بطولة مسلسل تشيل مسلسل ولا لأ. بس هي تيب كويس، عندها قبول ما شاء الله. إنما ما يعني أنا ما أقدرش أحكم على زميلة أبدا. يعني تحضري إيه أمل الفترة الجاية؟ بحضر حاجة سينما إن شاء الله تبقى مفاجأة، فيا رب يسهل إن شاء الله. طلالتك الجميلة النهاردة لابسة زي رمضاني كده جميل، مصممة الأزياء الجميلة حبيبتي صديقتي، وهي مصممة جامدة جدا، أستاذة مروة بغدادي، غنية عن التعريف أهي. أهي هنجيب لك المصممة الشخصية أهي، فهي مروة هي اللي الديزاين الجميل اللي أنت عاملاه لأمل النهاردة. هو مبدئيا جميل عشان هي اللي لابساه. مساء الخير أولا، والحقيقة هي فنانة لطيفة ومتواضعة جدا. الديزاينز اللي تمشي مع أمل أعتقد أنها حاجات أوروبي، لأنه طبعا جسمها مساعد أن أنت ترسمي القطع عليها. يعني أنا أعتقد أن هو زاد شرف أن هي لبسته. أشكرك.